السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة ميدو. ده الأشغال ديال ملعب أكادير. خدامي في نشوفوا الأشغال، دابا تشوفوا دابا داك الصوت في الجنابات ديال الملعب اللي راهو كيتبان لكم. تبارك الله، اللي خدامين يعطيكم الصحة على حساب. ونشوفوا كذلك الصوت اللي قريب من السيكيورتي ديال الملعب، مهم بزاف هادي الجماليه. وكذلك تعطي اشغال تبارك الله، بس كاينين هاد الفيديو مازال تقريبا راه قريب تا هو الفيديو مازال في هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نستحمل عاد الفيديو مازال اشغال في المستقبل. شفت كذلك الملاعب الصور داير على الملعب كامل وراه كيبان لكم. وكما تشوفوا دابا هاد الصور هذا راه داير على الملعب ديال الادرار كامل، وغادي نشوفوا النهايه ديالو اللي باقي لهم واحد الشويه باش يكملوه. وهذا ما هنا تشوفوا في الجنبات هنايا راه قاموا بالازاله ديال العشب ومجموعه ديال كان بزاف ديال الاشياء. بصراحه دابا راه تقاد ما تشوفوا هنايا، وان شاء الله راه غادي يتقاد يعني تيوجدوا لاكوب وكذلك كاس العالم ان شاء الله. فالامور راه غاديين والاشغال راها مستمره صراحه. قادر ولات فواحد الحله جديده، كاين مجموعه من المشاريع وكاين مجموعه من التطورات، اللهم بارك. يعني الاشغال مستمره وشكورين على هاد الخدمه اللي تيديروا صراحه. وهنا عندنا كما تتشوفوا الطريق يعني دايزه في جاي من المرسى حتى غتمشي تخرج في تيكيوين، ولا درنا على اليسر غتدينا لمراكش، ولا اللي غادي للرباط لكازا. المهم الطريق هذه يعني بلا ما يدخل للمدينه صراحه. الطريق هذه راه نفست على الطريق الاخرى وسريعه، يعني بلا ما يكون بنادم في الداخل تاع المدينه. يعني الامور غاديه الى احسن، يعني ولا خدامه مزيان. وهانتوما تشوفوا هنايا يعني الخدمه مستمره، وهنايا تيبان لكم الصور. وهنا هاد الجنبات هادي يعني كلشي هادشي غادي يتحيد، هادشي ديال الحجار هنا والاعشاب اللي كانوا هنا كلشي غادي يتحيد، يعني غادي تولي غيولي هادشي مقاد ان شاء الله. وكذلك راه غيديروا حتى يخدموا الاناره، حتى هي كاين الناس اللي غيخدموا الاناره. يعني غادي تبقى واحد البلاصه هنا واحد الجماليه، غتعطي واحد المشهد اللي غيكون زوين ان شاء الله. خدامين في الصور، خدامين فيه يعني مبقاش ليهم بزاف، يعني بقات ليهم غير هاد البلايص هادو اللي بقاو. غير هانتوما هنا تتشوفو راه كامل وباقي دابا هنا خدامين فيه. الصور صراحة الصور راه مزيان. غيديروا ثلاثة الملاعب ديال التدريب و ماركين كبير هنا شغل ديال الصوت. صراحة غادي هادشي غادي متي إلى أحسن غادي